FM. الكلمة ليك. حاضرين بحذايا بالطبيعة محمد علي المشاري، محمد الشلبي وأنور نايت راحوا باش يحكيونا هذوما بالطبيعة من اتحاد المتجولين سامحني التونسيين، عفوا خطأ لغوي. دونك نبدأ نرحب بيك محمد الشلبي. عسلامة خويا، شنو أحوالك؟ الحمد لله صافا لاباس عليك. الحمد لله لاباس. دونك محمد اليوم باش نحكيو مش كان على اتحاد المتجولين التونسيين، باش نحكيو على ايفينمون باش يصير في نابل. باهي ليفينمون هذا يصير في نابل. نبدا نحكيو على اتحاد المتجولين صح؟ اي تعطينا مثال، ما خلي كلمة صحابك زاد ليفينمون هذا يصير في نابل. قبل ليفينمون يا محمد نحكي لك على روحي. احكي على روحك خويا. ولا تحية للمستمعين. ما سلمتش على السادة المستمعين. عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. باهي تنرجع لك محمد، لكن خلينا ننتقل توا لمحمد علي المشاري. مرحبا محمد. سلام عسلامة، شنو احوالك؟ صفا لاباس عليك، الصحة بخير. دونك انت كذلك من اتحاد المتجولين التونسيين. ايوه. وباش نحكيو في نفس ليفينمون، باش نحكيو على ليفينمونات السابقين الكل. صحيح. باهي نرحب كذلك بانور نايت راحو. اي انور شنو احوالك؟ سلام خويا لاباس. الحمد لله. صفا الحمد لله. الحمد لله. كذلك انور من اتحاد المتجولين التونسيين. اليوم باش نحكيو على ليفينمون هذا اللي باش يصير في نابل، معناها قريبا جدا باش نحكيو في ارتيبه بالضبط. باهي باش نحكيو باكثر تفاصيل على ليفينمون هذا، على خاطر معناها يظهر لي كما تخونيش الذاكره المره الاولى باش يصير في نابل. المره الاولى باش تصير في نابل، وسبور تعودنا نشوفوه كان في البلدان الاوروبيه. صحيح. البلدان الاوروبيه اللي ما يعرفوش في السبور، ما يفهموش. صحيح. ما احنا نفهموا. هو يصير في البلدان الأوروبية ديما بصورة منتظمة. اي اما احنا نحاولوا معناتها باش ديما باش نعملوا بصمتنا معناتها تابع تونسي. فوالا مش تونسي بلوتو، تابع فيه كيما نقولوا على طريقة رياضة الجبلية. باسكو احنا دي روندونور معناتها نحاولوا ديما معناتها نشوفوا كيفاش نبدلوا معناتها باش نوصلوا الانسان باش يعمل معناتها برشا تحدي برشا جنين. انت فهمت؟ فهمتك. ليفينمون هذا شنو هو؟ تريتلون. باش تكور كوب دي موند. قال لي زوني برشا جرينتا. اي باش تمشي روندينير. باش تمشي روندينير. مشيت انا قبل ديجا معناتها. لا هذا لازم جرينتا. باش تمشي على الكياس معناتها. باش نمشي في تراب في جبل باش نكتشف معالم بلادي. حاجه كاس حشويه معناتها. في جبال باش نتعلم باش نعرف معالم بلادي. نمشي 10-20 كيلومتر معناها. لا لا وكهو. اي شنو المشكل؟ اي دونك هنا باش تشوف بلادك هنا حتى من فاس تلقى لها وين محلاه. فوالا. فهمت؟ دونك هنا ما يزموش جرينتا. جرينتا كان نعرف كيف. لا نحكيو احنا على المنافسه اللي باش تصير معناتها نهار ليفينمون معناتها. اه على ليفينمون تحكي. لا على ليفينمون نحكيو. لا انا سخالك تحكي على روندينيا قلت لي يزمو جرينتا. على ليفينمون. باهي خلينا نرجع توا لمحمد الشلبي، كان تعرف بالطبيعه على الاتحاد المتجولين التونسيين. الاتحاد المتجولين التونسيين عنده 4 سنين بريسك قاعدين نخدموا تو نوفمبر 2014. قمنا في عدد سابق بعديد، عملنا 3 كومبينغ ميجا كومبينغ. اخر اديسيون كان صارت فيها فما فوق 500 بيرسون. نحب نذكر زاد اللي انتم عملتوا اكبر مخيم في شمال افريقيا. في شمال افريقيا فهمني. هو انتم اتحاد متجولين وعندنا مجموعه الكلينز شمال افريقيا، معناها مش شمال افريقيا والبلدان العربيه. عندنا مجموعه زاده في الاتحاد مختصه بتنظيف مناطق مسالك نتاع الرياضه الجبليه. وقاعدين تو نخدموا باش نعملوا كروس ترياتلون. ليديسيون الاولى منها اللي بتصير من الاتحاد المتجولي. باهي هني خلينا نسالك محمد الشلبي، 9 نوفمبر 2014 شنو يعني لك؟ يعني برشا حاجات، يعني فما تجمع صار بيناتنا اصحاب مغرمين بالرياضه الجبليه، تلمينا مع بعضنا، فكره بديت حبينا نعملوا حلمه بديت ما نقولوش حلمه بديت حلمه فكره بديت بعد ولات حلمه ولات حلمه ليديسيون الاولى تاع ميجا كومبينغ ولات حلمه يعني فهمني. وهذا قاعدين نسيروا عليه باش نواصلوا في خطى اكثر. باهي باش نقربوا المعلومه للسيد المستمع اللي يسمع فينا توا، خاطر كي تحكي تقول له حلمه و9 نوفمبر يقول لك شبيه. باهي اتحاد المتجولين التونسيين معناها تاسس 9 نوفمبر 2014 تعملوا الرحلات الجبليه لاستكشاف المعالم في تونس، معناها حاجة مزيانة برشا، كل مرة تمشيو لبلاصة. البداية كانت هكاكا، من بعد عملتوا معناها خلينا نقولوا احنا بالحس الوطني اللي عندكم وشباب مغروم ويغير على تراب تونس، عملتوا حملة نظافة في واد زيتون تحديدا نحكي على 11 ماي 2015، حاجة مزيانة برشا يعطيكم الصحة. مش على خاطركم حاضرين بحذانا، ولكن حاجة نفتقدوها اليوم موجودة صحيح، ولكن ماذا بينا تكون موجودة بكثرة. تعرفوا العباد كذلك، تعرفوهم بالمعالم الأثرية اللي عندنا في تونس، تعرفوهم بالجبال في تونس، تعرفوهم بالمناظر الخلابة في تونس، مش كيف أنا نغزر لتونس من أي علو كان فوق مبنى ولا حاجة، مش كيف نمشي 20-18 كيلومتر في جبل ومن بعد نغزر للبحر من فوق. تعملوا في حاجة مزيانة برشا، حتى الفيديو نتاعكم حاجة تعمل 600 ألف 4500 تريبليون مليون 2 مليارات كيف
معناها ما تعملش كيفه كهو دونك تعمل حاجه برافو يعطيكم الصحه. خلينا ننتقل من عندك انت محمد الشلبي نمشي لمحمد علي المشالي. محمد الفكره نتاعكم قبل ما تولي حلمه وعلاش معناها وعلاش خممتوا تعملوا حاجه كيف هكا؟ شنو اللي خليكم تعملوا هكا؟ معناها واحد يكون قاعد وحده يقول والله باش نمشي نعمل اتحاد تونسيين دونك فما حاجه. والله هو الفكره كانت انه ثم برشا جروبات تقرب شويه الميكرو كانت برشا جروبات معناتها كلها جمعنا نفس الغرام ونفس الحلمه. شنو هو؟ اللي هو كلها نفس تخرج في لوندوني وتبص في ثقافه جديده في وسط العباد. شنو هي الثقافه هذه؟ الثقافه الجديده اللي هي اسمها التجويد. اكتشاف برشا بلايص معناتها قبل كانت مقتصره البلايص مثلا كيما نقولوا مازالت هي مقتصره اما نحن كيما نقولوا عملنا انوفاسيون جديده اللي هي الجبولات اللي برسمي معناتها كانت الانسان كان ينجم يشوفهم اللوطه يقول لك الجبل الفلاني نحن عملنا في حاجه انوفاسيون انه الجروبات الروندوني ولات تعمل في مسالك غاديكا اللي هي في طرق وعره شويه معناتها باش نحكي معاكم بعد على ماشين كامبي معناها ماشين كامبي ضمت اكثر من 200 شخص راهو احنا كي نحكيو فيه الموضوع النجم النسخة الأولى هذيك اي في النسخة اي مازلنا باش نحكي في النسخ الأخرى ولكن نحكي عن النسخة الأولى مازلت اللي ماشي كامبي اللي ضمت وقتها 200 شخص 200 شخص كي نحكي أنا الكلام ولا حتى السيد المستمع يقول لك بالله هذا ماشي كامبي 200 شخص تيجيو 200 شخص لا تنظيمها إدارتها صحيح. ومن الناحية الأمنية ومن ناحية التنسيق والاكتيفيتيز اللي باش تعملوهم كذلك ان نهارتها ماهيش سهله على الاطلاق. انا خلينا نعطي الكلمه بطبيعه الانوره نايت راحوا ان احنا نحكيو على الـ على الـ الدوره الاولى نتاع ميشن كامبي اللي ضمت وقتها 200 شخص. كيفاش جاتكم الفكره باش تعملوا كامبينغ هكا بالحجم هذا؟ انا في الايفينمون هذاك مريض ما مشيتش دونك نخير نعطي الكلمه. لا لكن كنت موجود معاهم في التخطيط اللي كنت موجود معاهم في التخطيط. ربي يشفيك خويا رغم جيت روتار. اما احكي لنا كيفاش جاتكم الفكره وقتها؟ تلمينا كما قال لك خويا ديما تتلموا حاتكم جات الفكره معناتها شفنا بالطبيعه دي زيكزامبل لواجن عملنا دي ريشيرش معناتها مش هكاك خاطر الاكتيفيتي هذيا والايفينمون هذيا ما تعملش كان في تونس معناتها تعمل خاصه ديما نتبعوا احنا اشقائنا في المغرب العربي معناتها كي نقولوا الماروكس معناتها العوام الاخرى معناتها هي اللي طالعه في الاكتيفيتي هذه نشوفوا اخواتنا المغاربه كيفاش تبارك الله معناتها شاك دو سيمين معناتها يعمل لك ميجا كامبينغ دونك علاش احنا ما نكونوش كيفهم معناتها وممكن خير منهم معناتها فهمت؟ فهمتك دونك اي إن... اي خويا تفضل جيت تقرب الميكرو محمد عم زين المخيم هذا المخيم اللي في نسخته الثانيه لا مازلنا باش نحكي في نسخته الثانيه لكن خلينا نكملوا مع بطبيعه انور اللي كان مريض عايش خويا لا انور كان مريض لازم يحكي لنا على ليفينمون هذا خاطر هو ما كانش حاضر فيه نحبوا يحكي على التخطيط نتاعو كيما حكيت لك صار ليفينمون وتعدى مزيان وانت ما كنتش حاضر وانا ما كنتش وانا بعيط به هنا ما يسالش مادام هو ما كانش حاضر في الليفينمون الاول كان في 200 شخص حتى السيد المستمع لطوي نجم يقول لك بالله 200 شخص باهي اوكي نمشي معاكم واحده واحده تنظموا ماشين كامبي اثنين 14 و15 ماي 2016 بحضور 500 شخص يا حبيبي معناها اكثر من 100% من العدد ولا الكامبينغ الاول كنت حاضر ولا مش سهل باش تعمل الساعه جاوبني كنت حاضر بكل صراحه لا مره ثانيه مرضى زاد وقتها لا لا عندي مال اخويا خلي لا لا مال اخويا مساج اخويا نخليه لا لا انور نخلي كلمه لمحمد اي محمد شلبي محمد شلبي احكي لي محمد حاضر في الثرو اديسيون بالله سامحني محمد جايبينه معاكم ما حضرش الاولى للثانيه ظروف بعد ساعات واحد عنده التزامات شخصيه وبرشا حاجات مع المدام واحد وكل شيء مازلنا في جيان مازلنا نظروا العجبيه الجيان كلها باخي اما الخدمه طربتك بعد ساعات ما نجموش نربطوا عبد بخدمة تكون انتم انتم عادة كي تعملوا ليفل موكي ما هكا تعملوا في الويكاند نتصور الويكاند تبيع سبت وحد ويخدم سبت وحد فما عباد تخدم سبت وحد انت تنجم تكون تخدم سبت وحد بطبيعة يعطيك الصحة لكن ما فوتش ليفل موكي ما هكا كل واحد وكيفاش فما خبزة يعني اسمعني نفوت الخبزة المرة الأولى المرة الثانية ما فوتهاش المرة الثانية احكي لي على التنظيم تاع المرة الثانية النسخة الثانية 500 شخص المرة الثانية كان أصعب برشا من المرة الأولى بطبيعة بالطبيعة كان أصعب برشا من المرة الأولى بحكم لي مومبر زادوا برشا بحكم خبرتنا زاد نحن ريسبونسابل دي جروب عرفنا كيفاش نديريجيو الحكايه كليكا باهي خلينا نحكي معاك قبل ما نخوض في تفاصيل الموافقات الامنيه ولا الموافقه حتى باش تمشي تكامبي في بلاصه بالطبيعه باهي تاخذ لازمك تاخذ موافقه امنيه اوتوريزاسيون من الولايه وترخيص من اداره الغابات انتم تعملوا فيها الحاجه هذه غرام غرام بالطبيعه ما تمشي تاخذ ترخيص ونمشي ناخذ ونتحمل مسؤوليه على خاطر شوف كي تمشي انت تاخذ موافقه من عند السلطات المعنيه نحكي هنا وزاره الداخليه ولا حتى انت والمنطقه الموجود فيها على خاطر ساعات كل مرجع نظر الحرس الوطني انك باش تاخذ مسؤوليه على عاتقك كما هكا تتحمل مسؤوليه 500 شخص لو اي حاجه تصير لواحد منهم انت المسؤول بالطبيعه
فما تخطيط قبل كل شيء. اي هذا كله غرام غرام غرام. قبل ما نحكيو في الامور الاداريه خلينا خذني واحده واحده. باه خذني واحده واحده. هل اللي باش يمشي كامبي فما رسوم معينه هكا ولا بالبيعة. فما رسوم، شنو هو الرسوم كانت اللي خلصها؟ سمعتكش اللي باش نخلص نحب نمشي معاكم انا المره الجايه باش نكامبي. قداش نخلص؟ سا ديبون انت والوقت هذاك يعني فهمني انت ليديسيون قداش هذيك؟ ليديسيون الثانيه 35 دينار حسب ما نتفكر. 35 دينار على الشخص؟ على الشخص. وفي المقابل شنو ياخذ؟ الخيمه من عند شكون؟ الخيمه من عنده هو بتبيع. هو يجيب الخيمه. كومبور كلهم عندهم ماتريال نتاعهم يعني. شريت العباد اللي كانت في الحاضره في الايفينمون هذاك هما كيما قال لك محمد دي كومبور معناتها عباد ديجا مغرومه عندها ديجا خبره به وعندها الايكيبمون الكل. خلص محمد شربي توا على موضوع مهم للغايه. تفضل. تختاروا اللي يجي يقول لك حاب نكامبي اي ولا لا، ولا فما عندكم شروط وحاجات ممنوعه تصير في الكامبي؟ بالبيعه بالبيعه بالبيعه. اول حاجه الحاجات اللي الانترديه هذوك المشروبات الكحوليه وغيره اي فركيس، فما تفركيس، فما عسين، فما دي سيكوريتي مخصين 25 شخص منا نحن، فما متطوعين معنا سيكوريتي عس ويثبتوا فماشي حاجه. فما لو تروز ديسيون الحمد لله ما صار فيهم حتى شيء، ما صار فيهم حتى خلل. فهمني؟ اون بليس فما حاكم معنا اللي هو قوة الأمن مشكورين. قوة الأمن مشكورين، حرس الوطني بولاية بنزرت. فما زاد دي سيكوريتي، فما متطوعين معانا اللي قاعدين نعسوا للصباح على العباد على مابر مسكرين البلاصة كليكا ونثبتوا وندخلوا في وسط العباد فماشي يصير شي خلل. المخيم الثاني عملتوه في كابسيرات؟ كابسيرات 500 شخص. 500 شخص. باهي، هل كان معناها صحيح باش تكون الخدمة أصعب والتعب أكثر من المرة الأولى، لكن عملتوا عليها كيف المرة الثانية أكثر؟ ما عملنا اكثر مره الاولى بالحق هو ديت الظهور النومبر هذاك والتصويره المزيانه اللي خرجت معناتها كيفاش النومبر الكبير هذاك فهمت، نسى التعب ونسى كل شيء، المهم نجح ليفينمون وكان بالطريقه المزيانه هذيك فهمت. حاجه مهمه للغايه نقول لها الساده المستمعين، تو حكيت على 35 دينار على كل شخص. اي نعرف يا الساده المستمعين تو قاعد يتكتك ايش بدي كلكل تو يقول لك 35 في 500. باهي صديقي، هنا باش نوقفلو الحسابات اللي حسب فيها الكل. 21 ديسمبر 2016 تبرعتوا بمداخيل ميشن كامب 2 لمدرسة خاصة. معناها هذا الكل غرام. انتم وقفتوا لي مخي تو. خاطر قلت لكم عباد بدات تكلكي، معناها يقول لك 35، زميلتنا في الكونسول احلام بدات تكلكي هكاك قداش جات الحسبة. هنا تبرعتوا انتم في 2016 تبرعتوا بمبلغ هذا المدرسة، معناها انتم العمل نتاعكم ماهوش عمل رياضي وكا، هو عمل رياضي وانساني إنساني. انساني في نفس الوقت. نورمالمون الحاجه الانسانيه ما نقولوش عليها، اما العبيد سمح كيف لي قلت عليها خاطر لازم نوضح. لا لازم توضح، يعطيك الصحه. ونحن باش نوضحوا للعبيد فاش قاعدين نعملوا، عملنا الميجا كومبينغ 2 هبطنا هيك يعني فهمني، لان احنا باش نعاونوا المدرسه وانا الفلوس اللي باش يفضلون يعني كما نقولوا باش نعاونوا بهم المدرسه. لا محال عندنا برشا شارج، عندنا كريماتريال، عندنا كريكيران، راه مش 35000 راه باش تمشي وحدك ولا بيجي وحدك راه فهمني، فما شارج تاع كيران، فما تنشيط، برشا برشا شارج راه برشا شارج في برشا حاجات راه. باهي النسخة الثالثة اي كانت لكن ب 500 شخص ما فماش زيادة أكثر من 500 شخص. أكثر من 500 شخص. قداش 580 حاضر بحذايا محمد علي المشالي ومحمد الشبلي وانور نايت راحوا يحكيوا لنا بطبيعه من الاتحاد ومتجولين التونسيين يحكيوا لنا على ايفينمون اللي باش يصير في تونس لاول مره باش يصير في نابل، هو ايفينمون رياضي بحت دونك كل لاعب. نخليكم انتم تقدموا ايفينمون خير. ايفينمون هذا اسمه كروس ترياتلون باش يصير في ولايه نابل بالتحديد منطقه الرتيبه نهار نهار 13 ماي لحد اللي بعد هذا. باش يكونوا فيه بين 50 و60 مسابق. ونخلي الكلمه لانور كمان كيما قال لكم مومو ليفينمون هذا اسمه كروس تريتلون باش يكون فيه ما بين 50 و60 مسابق توانسه الكل. عندنا معناتها دي زوروبيان باش يكونوا موجودين، معناها مش كان مش كان توانسه فما كذلك مش توانسه كهو، عندنا مغاربه عندنا دي زوروبيان وعندنا مساروه معناتها باش يكونوا موجودين ان شاء الله معنا. باهي شنو هو الكونسيبت نتاع الرياضه هذه ولا الدوره هذه؟ باهي التريتلون هي كما قلنا قبيله فيها ثلاثه حاجات ترواز اكتيفيتي، لكن ثلاث ترو اكتيفيتي يعملهم شخص واحد يعملهم شخص واحد شخص أي. اللي هما اللي هي السباحه، يبدا بالسباحه الاول السباحه سويمينغ ومن بعد بايسكلينغ اللي هي الدراجات الهوائيه، معناها يكمل يخرج يكمل السباحه يخرج يبدل ياخذ الدراجه نتاعو ياخذ البسكليت
فوالا يعمل السيركوي نتاعو بسكليت ومن بعد من كامل بسكليت يعمل رانينغ معناتها يجي يعاود يبدل وبعد يعمل رانينغ حتى معناتها بحوايجه نفس الحوايج نتاع باهي لكن تتطلب لياقه قويه معناتها تتطلب لازم كونديسيون فيزيك نتاعو تبدا حاضره 100% بالطبيعه باهي هذه باش تصير ليفينمون هذا باش يصير في نعطي ديتاي صغير بالضبط في السباحه 400 متر سباحه وفي البسكليت باش يعمل 13 كيلومتر بسكليت في نابل اي فرتيبه سيركوي مزيان على الاخر تحفون بعد ما يكمل 13 كيلومتر بسكليت نتاعو باش يعمل 5 كيلومتر جري معناها كل مشارك باش يعمل حاجه هذوما الكل حتى تو اللي يحب يشارك ويسمع فيك لا لا فما برشا عباد مغرومه اي العباد يبدا سبورتيف معناها هي حاجه مزيانه برشا خاطر حتى كنا نشوفوها في الدول الاوروبيه اي معناها فارت كونسيبت في الدول الاوروبيه موجوده في تونس باش تصير هذه المره الاولى لكن كانت تعطيني التاريخ لا ماهيش المره الاولى هي التريتلون تعملت ديجا لا نحكي على الكروس تريتلون اول مره هذاك اش نحكي انا ليفينمون باش يصير تو الكروس هي المره الاولى باش يصير وفي نابل وقتاش بالضبط؟ نعرف 13 مايو ان شاء الله 13 مايو من الوقت نبداو 9 ونص ل 10 ان شاء الله ليفينمون نتاعنا تكمل وقت اللي يكملوا المتسابقين الكل نعملوا بوديوم ان شاء الله واضح شنو هو الجوائز باش تكون مرصوده؟ لي بري باش يكونوا في المرتبه الاولى باش ياخذوا 300 دينار في المرتبه الثانيه 200 دينار في المرتبه الثالثه 100 دينار للذكور وللاناث فما قسمين انتم ذكور واناث فما ذكور فما اناث في الشركه ومش بالضروره معناتها كان لي زاتليت ينجموا يشاركوا معناتها في ليفينمون هذايا مفتوحه للناس الكل حتى انت تفضل مرحبا بك انت تفضل قلت لي 20 كيلو قد ايه؟ 400 متر و13 كيلو متر 400 متر وما ينساش نعوموا الطقس بدا يسخن شوي لا 13 كيلو متر بسكليت هذا رفاره لا كيف 13 كيلو متر كاديسيون الاولانيه 13 كيلو متر بعد يعني 13 كيلو متر راه شوف مش 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 محواس سباق لازمك تخلط الاول نورمال عادي احسب روحك ماشي الخدمه ومخر عليك الوقت اي 13 كيلومتر ما نمشيش نخدم ما نمشيش نخدم باهي الفكره مزيانه برشا لكن التنسيق مع الجهات المختصه خلينا نحكي في موضوع قبيله حكينا فيه في اللوف بصراحه معناها في تونس انتم قبيله حكيتوا على المغرب اللي المغرب خاصه في معناها خلينا نقول انا في اللي زي المول كما هكا قووا برشا وتطوروا بحكم كذلك التسهيل من السلطات المختصه في تونس على فكره كنا اقوى منهم باقي نقعد اقوى منهم يعني فهمني انا هما فوتونا في برشا حاجات تسهيل عندهم هنا خلينا نحكي انا على التراخيص هل فما تعطيل في التراخيص ولا خلينا ناخذ الكلمه مع عند محمد علي المشاري هنا هل فما اليوم معناها تسهيل في الحصول على التراخيص على سبيل الذكر ليفينمون هذا اللي باش يصير توا في نابل كيفاش تحصلتوا على الترخيص نتاعو؟ والله الحمد لله في النسبه ليفينمون هذايا بالتنسيق مع الجامعه فهمت الحمد لله ما لقيناش صعوبات كبيره معناتها من الصلاه المعنيه فهمت ما كانتش معناتها بصفه كيما معناتها كنا باش نلقاو معناتها بحكم البلاصه هذه اول مره يصير فيها ليفينمون فهمت ما لقينيش صعوبات الحق كان تجاوب كبير نشكر زاد الجامعه التونسيه للتريتلون ليفينمون هذا كان تحت اشراف جامعه التونسيه للتريتلون اللي هي وقت معناتها كانت معانا وساندتنا باهي بخلاف ليفينمون هذا خل باش نكملوا النص باش نحكيوا عليه ليفينمون هذا في اقل من 10 دقائق لكن قبل خلينا نحكي انا على القبل ابار ليفينمون هذا في الامور المستندات والتراخيص هل فما تعطيل بعض الاحيان؟ والله هو مش تعطيل هو بحكم الوضع الامني اللي تمر به البلاد ونلقاو شويه صعوبات في حكم في برشا بلايص فهمت ثم بلايص مثلا كيما نقولوا الجزيرة الساحليه اللي ما فيهش توتر امني وما فيهش ضغوطات كبيره ياسر معناتها واختر على راحه شو اسمه الزايدين هو هذاك اللي نلقاو فيه تسهيل الحق من السلطات المعنيه ثم بلايص اللي كيفاش نقولوا نحن نحلموا بهم مثلا بلايص محلاهم مزيانين برشا فهمت جبولات كيما ترى معناتها واعره كيما نقولوا واعره على الاخر ومسالك جبليه ممتازه معناتها تحمل مناظر خلابه هي اللي نحلموا تقرب شويه الميكرو هي نحلموا باش نزوراها مثلا كيما نقولوا مثلا نحن مش على سبيل الذكر مثلا جبل شعامبي بلاصه راهو مزيانه على الاخر فهمت مناظر خلابه على الاخر شنو تحب تقنعني اللي مشينا على شعامبي مش نحب نقنعك اما نحكي لك محميه بوهدمه زاد اللي تلاقي في ضغوطات بالغلق ولا اللي معناتها فهمت قاب قوسين او ادنى مهدى كذلك مهدى صحيت محميه بوهدمه مزيانه على الاخر معناتها وفيها مع انواع كبيره معناتها من الحيوانات اللي تنجم تكون قله معناتها موجوده فريده موجوده اي مهدده بالانقراض صحيت مهدده بالانقراض اللي موجوده بحكم المناخ التونسي اللي بالرسمي اللي تنجم تعيش فيه باهي خلينا نعطي الكلمه لمحمد الشلبي خلينا نكمل نحكيو الشلبي سامحني خلينا نكمل نحكيو على بن مو هذا اللي باش يصير توا في ماي الفكره كيف جاتكم الاول بالتعاون مع الجامعه التونسيه؟ صار كونتاكت مع الجامعه التونسيه انتم اقترحتوا ولا هم اللي اقترحوا؟
بالطبيعه احنا اقترحنا صار معهم تنسيق وكانوا قابلين يعني جونا مريق لنا مع بعض. طيب دونك الفكره كانت من عندكم ولكن التطبيق صار من عندهم، باهي انتظاراتكم لهنا ولا نخلي لك الميساج لتوجهه للشعب التونسي واللي يسمع فيك عبر موجات كابا فيهم على الفيلمو هذا، خاصه نعرفوا باش يتم اكيد غلق شوارع ولا منافذ باش يتيحوا بطبيعه المتسابقين انهم يتسابقوا في اريحيه. شنو تطلب من المواطنين التونسي؟ اللي يحب يشارك ويكون معنا مرحبا به. عندنا وسائل نقل زاده من تونس باش يكون الخروج 7 نتاع الصباح، واللي يحب يشارك فما الموقع الصفحه الرسميه نتاعنا اونيون دو روندونور تونيزيان، فيها ثلاثه نوامر التليفونات نتاع محمد علي واكرم وليس، فنجم يكونتاكتيهم سواء اللي يحب يشارك في ليفيرمون ولا يحب يجي يتفرج ولا كسبكتاتور ونجم يكون محمد معنا. هل ركزتوا انتم في ليفيرمون هذا في الوقت نتاع ليفيرمون وفي المنطقه خاصه في نابل على الجانب السياحي بخلاف الرياضي؟ ديجا نحن قاعدين نعملوا في السياحه البيئيه فهمني، هذا كلك مربوط ببعضه يعني فهمني، ومنطقه ترتيبه بالرسمي يمكن العباد ما تسمعش بها، ما كتمشي فيو عالمي لا مزيج ما بين جبل وغابه وبحر وديديون، يعني حاجه مزيانه على الاخر يعني فهمني. بحر فيرج يعني تصور تقاك تعوم وحدك فما تحدي يعني جم. باهي محمد علي المشاري ومحمد شلبي وانور نايت راحوا، شكرا لقبولكم الدعم وحضوركم معنا اليوم باش تحكيوا على الفيلمو هذا، باش نخلي كل واحد فيكم دقيقه مساج حر ميكرو حر تحكيوا فيه تسلموا على شكون تعمل ديديكاس. جست تذكير للدات نتاع الفيلمو نتاعنا 13 ماي ان شاء الله باش تكون في منطقه ترتيبه، اللي يحب يشارك يدخل الباج نتاعنا لونون دي روندو نور تونيزيان، بالضبط بالضبط يدخل الايفينمون يو ار تي كروس تريتلون يلقى نوامر التليفون ينجم يكلمنا. هذا بالنسبه للمتسابقين. معناتها ديجا ما عادش برشا بلايص وصلنا الحمد لله، معناتها النوم قداش من مشترك؟ تقريبا وصلنا 50 ونلعبوا ما بين 50 و60 احنا كنسخه اولى. بالنسبه للمتفرجين مرحبا بهم، ينجموا يجيو يلقاو نوامر التليفون، خصنا لهم حافلات ينجموا يركبوا معنا معناتها من سونتر فيل يهبطوا من تونس العاصمه يهبطوا لنابل. من تونس اللي باش يمشيو من تونس العاصمه يلقاو الحافلات في تونس العاصمه، واللي باش يجيو معناتها من بلايص اخرى مرحبا بهم ينجموا يجيو. فما تنسيق بيناتنا يعني فهمني، مش يجي هكي كبر يعني، فما تنسيق بيناتنا كونتاكتي شكون لاهي ويكون تنسيق بيناتنا، حتى فما وقت باش يسكروا فيه فما الكيس واللي باش يدخل لازم يجي قبل الوقت هذاك. واضح. باهي شكرا ليك بطبيعه انور، نخليك الكلمه اللي كنت محمد شلبي. نقول مرحبا بالعباد كليك وان شاء الله باش تشوفوا حاجه مزيانه على الاخر. كاديسيون الاولى تصير في تونس. واضح. سلم على العباد كليك الطرف مو. يعطيك الصحة، شكرا لك محمد شلبي. محمد علي المشالي. مانيش باش نزيد برشا على كلام صحابي، جست نحب نعمل تفكير مرة أخرى معناتها بالدات نتاع الإيفينمون نتاعنا اللي هو 13 ماي إن شاء الله. كما قالوا الأولاد نحن خصصنا معناتها للمشاهدين خاطر بحكم اتحاد تقرب شوية الميكرو محمد بحكم اتحاد تعرف اللي عندنا قاعدة جماهيرية في خصوص الرياضة الجبلية، معناتها برشا اللي يقول لك راني ما نجمش نشارك خصصنا لهم كما نقولوا تعريفة مخصصة سميناها للمشاهدين سبكتاتور. وضعنا لذمتهم حافلات تخرج من تونس العاصمه باش يكونوا حاضرين في التتويج، باش يكونوا زاد المشاهدين هذوما رانا وفرنا لهم كيما نقولوا تنشيط، وفرنا لهم العاب معناتها نسخه اخرى كيما نقولوا العاب معناتها ترفيهيه صحيت لين يجي وقت معناتها التتويج ولين يحضروا فيه غاديكا. مرحبا بالناس الكل، مرحبا بال على صفحتنا ينجموا يدخلوا صفحتنا هذيك يون دو روندونور تونيزيان على الفيسبوك فهمت، وكيما قالوا الاولاد نفس الحكايه اللي هي نفس الملاحظه يدخلوا للايفينمون نتاعنا او تي كروس تريتلون. مرحبا بالناس الكل، يعطيك الصحه، خليك محمد شلبي باجازه. مرحبا بك انت زادك تحب تجي بحثنا احنا نحاول نغطيه في الموكل على خاطر ايفينمون ممتاز معناها بالرسمي لازم نتغطى الايفينمون هذا، لازم تكون فما صحافه حاضره ان شاء الله نكونوا حاضرين بحضركم. مرحبا بك خويا وننسقوا معاكم بالطبيعه في كل شيء. كاب اف ام الكلمه ليك.